صلى الله عليه وسلم كان يصوم والقيام والاعتكاف وأيضا لا يفوته الصلاة. مولانا ما حكم من تفوتها الصلاة ويكتفي بالصيام؟ في ناس بتصوم بتصليش وبتكتفي بالصيام، بس حريصين على الصيام على فكرة، ويعني بيتقوا الله في نفسهم في الصيام. هو بطبيعة الحال ينبغي النظر إلى أمرين أو ثلاثة أمور. أن كل عبادة قائمة بذاتها، جميل. كل عبادة مفروضة يلزم الإتيان بها، فيلزم أن أصلي ويلزم أن أصوم ويلزم أن أحج ويلزم أن يعني أزكي، طالما أن هناك قدرة على هذه التكاليف. والصلاة بطبيعتها لا تسقط بحال إلا بغياب العقل غيابا تاما، لكن ما دام أن العقل يعي ويدرك يصلي، فإنه يصلي في هذه الحالة حتى ولو أتى الصلاة جريانا على الخاطر. جميل. وتخيلا بأنه يصلي، ده على افتراض أنه لا يستطيع أن يتحرك أو أن يحرك شيئا منه. فالصلاة ركن، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن كانت الأخرى فنرجو الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة وأن يتجاوز، فهو في مشيئة الله عز وجل. فإذا الصلاة ركن، والصوم ركن، والزكاة ركن، والحج ركن. هذه الأركان لابد من الإتيان بها عند القدرة وعند الاستطاعة، والتكليف بما يستطاع لا بما لا يستطاع. طيب، بلا شك أن هناك بعض من الناس يمكن أن يصوم ولا يصلي وهكذا، يعني يأتي بركن ويسيب ركن، ذا فعله بلا شك فيه خلل وآثم لتركه الصلاة. طيب، والصيام؟ الصيام صحيح في حد ذاته ما دام أنه أتى بأركانه، يعني إيه؟ يعني امتنع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبنية بيتها قبل ذلك، إما في أول الشهر كما قلنا قبل ذلك بأنه تغني النية أول ليلة من ليالي رمضان عن بقية الشهر، أو يجددها كل يوم، أو يجددها استحبابا كل ليلة إذا تذكر ذلك، ويستحب ذلك بطبيعة الحال. فإذا إذا هو أتى بهذه الأركان، نوى وامتنع عن الطعام والشراب وشهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى أذان المغرب، يعني صيامه صحيح. لكن المسألة الأخرى التي ربما السؤال يقصدها، هل هذا الصيام مقبول ولا لا؟ وهل الصلاة تركها مؤثر على صحة الصوم؟ بلا شك أن كل عبادة مستقلة، فإذا أتيت بالأركان صح، لكن هل هو يقبل؟ هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد، ولا يمكن أن يجزم أحد ما بأن يقول بأن صومي حتى ولو أتاه على وجهه، إنما القبول هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأعمالنا دائرة ما بين الرجاء والخوف.